قام عدد من أعضاء الائتلاف الوطني السوري بجولة في مخيم الزعتري في الأردن، تفقد فيها أعضاء الائتلاف أوضاع اللاجئين السوريين داخل المخيم واستمعوا لمشاكلهم. ما بيعطونا يعني هذا السؤال سأل. ثم اجتمع أعضاء الائتلاف بحضور رئيسه أحمد الجربة على موائد الغذاء مع وائل الشهداء، واستمعوا لأبناء سوريا ولمشاكلهم ونصائحهم على حد سواء في بادرة هي الأولى من نوعها للائتلاف، فكانت الأسئلة متاحة غير مسقوفة للجميع. توحدكم أهم إشي، بس توحدوا أنتم نحصل على كل إشي بدنا إياه. أهم شيء توحدكم. حمص عم بتموت، نهوة خالص، درعا عم بتموت، حلب عم بتموت، والدنيا كلها عم تتفرج علينا. أول مول عرب بدنا توحدكم. همش تدمرنا، أبوي سجن 11 سنة بعهد الظالم حافظ الأسد، قتلوا ابنه بشار، حرقوا بالنار، وأنا جريح، وبدنا نقدم كمان، وبدنا نخلص من نظام الأسد. بس توحدكم كرمال الله توحدكم. موضوع الجوازات هذا من أهم المواضيع، البارح حكينا فيه. الجوازات أنا أصلاً عندي مشكلة جواز نفسي، أنا لا أحمل جواز غير الجواز السوري، وجوازي ما فيه ولا صفحة ما فيها فتح، وأنا لازم الجواز مثلكم كمان. يعني هذه مشكلة أكثر السوريين، ف الموضوع هذا عم نحاول نحله إن شاء الله، بلكي خلال شهر بالكثير يكون محلول، بالاتفاق مع الحكومات العربية، دول مجلس التعاون الخليجي مع مصر، الحكومة الأردنية والحكومة التركية. حمص كان في صعب إنه ندخل له سلاح وإغاثة، حمص القديمة وحمص المحاصرة، ما عم بحكي عن الريف، الريف موضوع آخر، عم يجيه مثل ما يجي باقي سوريا. أول يوم نحن صارنا شهر بالائتلاف، اجونا وفد من اهل حمص، قدمنا لهم اللي عندنا في الائتلاف، كل الفلوس اللي عندنا كان 1,250,000، والله العظيم كلهم اعطيناهم للوفد اللي حمص، شكلنا وفد من 10 اشخاص سلمناهم 1,250,000 دولار. رئيس الائتلاف اجاب على اسئله السوريين وطمأن الجربة السوريين بأن الأوضاع الميدانية على الأرض باتت في تحسن واضح، وأن كفة المعارك بدأت في الميل لصالح الثورة في سوريا. بس إن شاء الله الأمور مو مثل ما تصوروا، الأمور أحسن، وهذا كلام أكيد. أمورنا بالساحل اليوم أحسن بكثير، اليوم الشباب وصلوا على أطراف الحفة وعلى أطراف الصنفة،